ميدنا غكودا وتسن ما يقن الزنزالة كراري الساكرة يا غيك اللي تنينا راك تنينا تي دوني تقولو يوسي توز قرح يا يسك يرميس كاني رتسي قنغوان يضني. هذا مقطع من الحوار اللي دار بيني وبين الوالد ديالي الحسن بالحاج تيلمتا اللي عاصر زلزال أكادير 1960 ميلادية حيت كان في قلب الحادث في حي البطوار في المدينة. ولكن اللي طار الانتباه ديالي في هضرته فاش قال أنه كانت واحد الهزة خفيفة نهار 23 في شهر جوج، يعني سيمانة قبل الهزة الكبيرة، وقال باللي الناس ما كانوش عارفين شنو هو الزلزال وشنو يقدر يدير، وكانوا كيضحكوا وكيقولوا أنه واحد الطور كبير هز الدنيا على واحد من القرون ديالو وفاش عيا حولها للقر الآخر. فاش رجعت نقلب على الأصل ديال هاد الكلام في الميثولوجيا اللي هو علم الأساطير، لقيت أنه في الميثولوجيا الأمازيغية كانوا الناس في شمال إفريقيا في القديم فسروا الزلزال بالطور اللي هز الدنيا على القرون ديالو كيحولها من القر الآخر وكيوقع الزلزال، وبقت هاد الأسطورة في الذاكرة الشعبية ديالهم وخدست عليها قرون كثيرة، والطور كان مقدس عندهم. والدليل على هاد الشيء أن بزاف تاع النقوش الأمازيغية اللي تكتشفت فيهم داك الطور مرسوم. الغيمة الكحلة اللي كانت في السماء قبل 3 أيام من الزنزال، الكلاب والمشاش اللي كانوا كيغوتوا وطلعوا هاربين جهة جبال يمسكين، الشمس اللي كانت كتدمع الرملة، الطور اللي هز الدنيا فوق من قرونه، وبزاف تاع الحوايج اللي مرتبطة مع الزلزال. أسليت مدودي الدوني تكلوت 12 لربع يخلى سندن إباقي وقادير تباقي المرسان سولا يدرر وقادير أماري زرنا البوجي تمرن أي اللي حير عالجير دودي في مسلم أزرو سزرو تفت الزرن تعيالت أحريد دالحنا سجن طور خالد. سلام، معكم نور الدين بالحاج تيلمتا، وهذه حلقة جديدة من حلقات قناة سوس العليمة. فاش كنرجعوا في التاريخ اللور كنلقاو انه في القرن 9 وبالضبط 28 في شهر 5 818 ميلاديه ضرب زلزال في البحر حدا جبل طارق بين اسبانيا والمغرب، وهذا اقدم زلزال ضرب في المغرب شارط ليه المصادر التاريخيه وقتل بزاف تاع الناس في شمال المغرب. ومن بعد غادي يضربوا بزاف تاع الزلازل المغرب، ولكن كانت اشارات قليله عليها في المصادر التاريخيه من غير داكشي اللي كتبوا التجار الاوروبيين في المذكرات ديالهم فاش كانوا كيجيو يبيعوا ويشريوا في المغرب. حتى القرن 15 ميلاديه فاش غادي يكتب المؤرخ المصري جلال الدين السيوطي المخطوط ديالو كشف الصلصله عن وصف الزلزاله واللي ذكر فيها اشارات على الزلازل في المغرب اللي جمعها من حوليات وتراجم مفرقه، وكان هذا المخطوط هو اللي حل باب الكتابه في تاريخ الزلازل في المنطقه. في الأول ديال عام 1731 ميلادية غادي يضرب زلزال مدينة أكادير، وتقال باللي كان مدمر، ولكن للأسف المصادر التاريخية ما جابش عليه معلومات أكثر من هاد الشي اللي تقال. من بعد هاد الزلزال ب 24 سنة وبالضبط في عام 1755 ميلادية غادي يضرب واحد من أقوى الزلازل اللي دازو في التاريخ اللي هو زلزال لشبونة. السؤال اللي كيطرح هنا أشنا هي علاقة زلزال ضرب في البرتغال اللي هو زلزال لشبونة بالمغرب وأكادير؟ زلزال لشبونة كان كارثة تاع بصح، قتل بزاف تاع الناس في المغرب وفي السواحل ديالها. كانت جوج هزات، الأولى في نهار واحد في شهر 11 1755 ميلادية مع 9 تاع الصباح، تهزات الأرض 3 تاع المرات في قل من 17 دقيقة. المركز ديالو كان في وسط البحر قريب من مدينة لشبونة البرتغالية. غادي توصل القوة ديالو حتى المدن المغربية
سواء اللي كانت في الداخل أو اللي كانت على البحر، حيث من بعد ما غادي يضرب 10 تاع الدقائق الناس غادي يهربوا جهة البحر، وهنا غادي يوقع تسونامي كبير اللي وصلت مواجهه 15 متر. طنجة، سلا، الرباط، جديدة، أصيلة، العريش، المعمورة، أنفا، أسفي، الصويرة، وأكادير، كاع هاد المدن ضربها التسونامي، وماتوا في هاد الزلزال أكثر من 100,000 واحد ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. غادي يقول محمد الضعيف الرباطي في كتابه تاريخ الضعيف تاريخ الدولة السعيدة بلي الماء وقف وما بقاش كيجري في الويديان، ووصلت الأخبار الفاس اللي طاحوا فيها شي ديور قلال أنه في سلا رجع البحر اللور، وفاش الناس جاو جهتو يشوفوا ماله بل ليهم رجع في موجة كبيرة قتلت منهم بزاف. هاد الموجة اللي تلاقت مع واحد القافلة كانت غادية لمدينة مراكش وقتلت كاع الناس اللي كانوا فيها، لقاو الناس فلوكة لها البحر على بعد 4-5 كيلومتر فوق الأرض، صومعات حسان في الرباط تضررات، في طنجة دخل البحر بجوج كيلومتر في ديك الموجة، نهر أبي رقراخ تغيرت بزاف في المعالم ديالو، هذا كان تسونامي اللي تسبب فيه زلزال ليشبونة 1755 ميلادية. من بعد ب 26 يوم غادي تضرب هزة أخرى كما قال محمد الضعيف الرباطي في كتابه، وكاين اللي قال من بعد 18 يوم. المهم هاد الهزة الثانية غادي توقع من بعد صلاة العشاء، غادي تاكل فيها فاس ومكناس تدق بزاف، وغادي تقتل 10,000 واحد، مكناس تريبات كلها بديورها وجوامعها وقصورها. وتقال أنه كون ما عطى القاضي الفقيه أبو القاسم العميري الأمر للناس باش ما يخرجوش من المدينة كون كل شي هرب وبقات خاوية. كان هذا الزلزال كارثة على المغرب، وكانت أكادير من بين المدن المغربية اللي تضررت منه بسبب داك التسونامي اللي تسبب فيه. وهذا الشيء علاش ديما كنسمعوا أن المغرب مهدد بالتسونامي. المغرب جا في واحد البلاصة اللي كتلقى فيها الصفيحة التكتونية الأورو أسيوية والصفيحة التكتونية الإفريقية، داك الشيء علاش ديما مهدد بالزلزال وقت ما تحركت هاد الصفائح. أما أكادير هي كاينة داخل هاد الحزام بالأحمر اللي كنشوفو قدامنا في الخريطة اللي كيتسمى الحزام الألبي اللي شاد من المغرب حتى لإندونيسيا. والدراسات الجيولوجية كتأكد أن أكادير كاينة في واحد من الخطوط الزلزالية الرئيسية في المغرب اللي شاد منها وطالع حتى لمدينة وجدة. هاد الشيء علاش المدينة ديما في خطر وقوع الزلازل. أكادير قبل زلزال 1960 ميلادية، من بعد ما شد المغرب الاستقلال ديالو عام 1956 غادي تعيش مدينة أكادير قمة الحضارة ديالها، لدرجة أن الفرنسيس سموها ميامي شمال إفريقيا. كانوا المسلمين اليهود النصارى عايشين بيناتهم في وسط المدينة في سلام. كان كيدار في المدينة سباق السيارات وبطولة ديال التنس وسباق ديال البيكالات. كانوا ناس أكادير كيديروا عيد البحر اللي كانوا كيداروا فيه مسابقات في وسط الماء، وعيد السردين اللي كيختموا به موسم الصيد، وعيد الليمون اللي دار قبل بعامين على الزلزال، وكانوا كيختاروا ملكة جمال الليمون. هذه صورة الطوبيس لابوزيا اللي كان كيهز الناس من إنسكان لأكادير. هذه صورة للمدينة الجديدة لافيل نوفيل اللي كيحبوا ناس أكادير يسميوها لابينوبين. هذه صورة لقهوات لاغيزيرف اللي كانت حدا البحر. هذه صورة لفندق السعادة اللي كان 4 طبقات. هذه صورة سينما سلام في البطوار، وهذه صورة فيها ملعب بيجوان، وكتبان حدا البحر قهوة لاغيزيرف، وكيبان من الجهة الأخرى أوتيل، وفي وسطهم بزاف تاع الجرادي والمناطق الخضراء. هاد الشي كله كان غير شوية من المعالم اللي كتعبر على الحضارة اللي وصلت ليها المدينة في ديك الوقت. تغيجي عام الكارثة الكبرى عام 1960 فاش غادي يضرب زلزال كبير للمدينة، وغادي نحاولوا نعيشوا هاد الأحداث
سيمانة قبل الزلزال مع ثلاثة تاع الشخصيات اللي هي السيد الحسن بن الحاج تيلمتا اللي كان في البطوار، السيدة مالكة أزيمو اللي كانت في البؤرة ديال الزنزال في طالبرجد، والسيدة أم الإخوة معتصم اللي كانت في مدينة الدشيرة. نهار 23 فبراير 1960 ميلادية، سيمانة قبل الزلزال الكبير، غادي تتحرك أكادير، ولكن الهزة كانت خفيفة قليل اللي حس بها. الحسن بن الحاج تيلمتا كان في عمره 16 سنة كيسير قهوة راجل اختو محمد اللوفاني في قلب الباطوار، غادي يقول باللي الناس كانوا كيضحكوا ما عارفينش شنا هو الزنزال وشنو يقدر يدير، وكانوا كيقولوا كما ذكرت في المقدمة أنه واحد الطور كبير هز الدنيا فوق القرن ديالو، وفاش كيعيا كيحولها للقرن الآخر، وهكا كيوقع الزنزال. باش غادي نرجعوا للميثولوجيا اللي هو علم الأساطير، غادي نلقاو أن الأمازيغ في شمال إفريقيا في القديم هاد الشي باش فسروا ظاهرة الزلزال. السيدة مالكة أزيمو كان في عمرها تقريبا 12 سنة، وكانوا يلا تحولوا لمدينة أكادير سكنوا فيها، وبالضبط في طالبرجد، جايين من زنقة المدارس في إنسكان، حيث كانوا من قبل مستقرين في الديار الفرنسية، وكانت الأسرة ديالها كتكون من باها بوشتا، أمها أنيلا من أصول بولونية، أخوتها الدراري ثلاثة. أربع أيام قبل الزلزال وهي في المدرسة، قالت السيدة مالكة أنهم شافوا في السماء واحد الغيمة بين القهوي والكحل بحالة كتقطر منها شتا مخلطة بالزيت، والغد ليه غادي يلاحظوا أن الكلاب كينبحوا بطريقة ماشي عادية، وحتى المشاش تصرفات ديالها في شكل، والدراري اللي كانوا كيلعبوا في الزنقة كانوا كيقلدوا الصوت ديال الإسعاف. الناس كانوا عايشين حياتهم في المدينة بشكل عادي. تغيجي نهار الواقعة الكبرى 29 فبراير 1960 ميلادية، السيدة أم الإخوة معتصم اللي كان في عمرها تقريبا 11 سنة خرجت من دارهم في تيغمي وفلا في الدشيرة غادية لمدرسة السعديين داخلة مع العشرة تاع الصباح، وغادي تقول بلي كانت السما صفرة بحال الشمس كتقطر الرملة، حيت كانت ديك الصفورية ماشي عادية. غادي توصل 12 تاع النهار وفي طالبرجد اللي كانت في قلب البؤرة تاع الزنزال ديال أكادير، مالكة يلاه كانت هزة طبلة مع خوها في وسط الدار باش يديوها للكوزينة، تتحركت بهم الأرض. هاد المرة كلشي حس بالهزة وخرجوا الناس في قلب أكادير للزنقة مخلوعين. في الباطوار كان الحسن بن الحاج في دار اختو اللي ماشي بعيدة من القهوة، وحيت كان نهار رمضان ما غاديش يحل تيقرب وقت الفطور. أما في مدرسة السعديين في الدشيرة، غادي تقول السيدة أم الإخوة معتصم أنه فاش تحركت الأرض كانوا في وسط القسم، والأستاذ اللي كان كيقريهم تخلاه وهرب من السرجم، ولكن هما ما كانوش عارفين اش وقع وبقاو لداخل. هاد المرة الناس تخلعوا تاع بصح في أكادير النواحي ديالها، ودازت السوايع والناس كيهضروا على الهزة وهما ملاهيين مع الفطور ديال رمضان. قبل ما يدل المغرب باش يفطروا الناس، الحسن بن الحاج غادي يحل القهوة في الباطوار حيت عنده الكليان يموالفين كيفطروا عنده. من بعد الفطور وفي طالبرجد، السيدة مالكة غادي تخرج تقضى البوطة هي واحد من خوتها، هاللي غادي يبقاو جالسين في الجردة حدا سينما صحارة، ومن بعد غادي يرجعوا للدار وغادي ينعسوا حدا امهم انيلا. الحسن بن الحاج كانت القهوة عنده عامرة، اما السيدة ام الاخوة معتصم في تيغم وفلا كانت ناعسة جنب الوالد ديالها في الدار. الحداش وخمسة واربعين دقيقة غادي يضرب زلزال أكادير اللي كانت المدة ديالو من 12 حتى 15 ثانية. في القهوة في الباطوار غادي تطيح الماكينة ديال القهوة وتبعوها القراعي تاع المناضة كما قال الحسن بن الحاج، وغادي تقطع الضو. من بعد ما غادي ترسل الأرض غادي يبدا الغوات، شي كيشهد شي كيجري لدارو وشي مصدوم بلاصتو في وسط الظلام. في نواحي مدينة أكادير، بن سرقاو، ديكيوين، الدرارقة، الدشيرة، الجرف،
طرستو المزار حسوا الناس بالهزة وسمعوا صوت توصف بحال إلا كان تيجار شي رحا كبير فوق الأرض، وكاينين الجوامع اللي برحوا فيهم الفقهاء وقالوا هادي علامات من علامات الساعة، حيت ما كانوش عارفين اش واقع. وبداو نساو الدراري الصغار كيندبو كيغوتو. السيدة أم الإخوة معتصم في الدشيرة غادي تفيق مصدومة من الزلزال، حيت كانوا البيبان والسراجم في دارهم في تيقمي وفلا كيدردفو، وغادي تبدا كتغوت ترجيم ترجيم. يصحاب ليها سحر الترجيم اللي كانت الصديقة تاع عمها كتعاود ليهم عليه، وما كانتش عارفة واش الزلزال. في نفس الوقت السيدة ملكة في طال برجت غادي تلقى راسها مدفونة تحت الحجر والتراب، وغادي صحاب ليها باللي هي في القبر، وبدات كتغوت. ولكن الصوت تاع البوطات اللي كانوا كيتفرقعوا كان كبر من صوتها، وكانت كتشم ريحة بحال ريحة الكبريت. في هذا الوقت وصلت الخبر للباطوار وسط الظلام باللي طال برجت وفونتي وإحشاش والمدينة الجديدة لا فيل نوفيل طاحوا وتردموا. بقاو الناس جالسين في الزنقة كيتسناو يصبح الحال، حيت كان الظلام ومازال حتى واحد ما شاف الكارثة اللي تسبب فيها الزلزال. الناس في الدشيرة خرجوا حتى هما للزنقة غادي تقول السيدة أم الإخوة معتصم باللي غادي يجي واحد السيد جارهم خدام بحريف أكادير، وغادي يقول لهم أكادير التيل حمربي إرعيد وكال، بمعنى أكادير الله يرحمه تخلط مع الأرض. وزاد قال تحت البرجت وتحت فونتي غير البطور اللي بقات، المهم كل شي بقى بيت في الزنقة. ولكن في البرجت ملكة باتت تحت الحجر والتراب ديال دارهم اللي تحت تل 7:30 تاع الصباح. فاش وصلوا فرق الإنقاذ غادي يجبدو خوها مالك هو الأول، وكانت كتشوف من بلاصة صغيرة، وقالت ليهم واش مات مات؟ جاوبوها لا باقي عايش. ومن بعد 20 دقيقة تقريبا غادي يوصلوا لها، وكانوا اللي جبدوها لامارين الفرنسيس اللي كانوا في القاعدة تاع بن سرقاو، واللي اتهم القصة ديالهم كانت عجيبة حيت كانوا كيستعدوا باش يمشيوا في حالهم، ولكن الأقدار شدتهم باش يلعبوا دور مهم في عملية الإنقاذ حيت كانوا أول وحدين وصلوا للموقع باش يعتقوا الناس. غادي يجبدوا ملكة وغادي يحطوها في ساحة كان مخلط فيها الحي والميت. هنا المشاهد كانت مأساوية بالنسبة لها، وقالت باللي شافت الطوبة كتاكل في الناس الميتة، وفي نفس الوقت الإسعافات خدامة للناس اللي باقا حية، وفرق الإنقاذ باقي كتجبد في الناس. السيد الحسن بالحاج غادي يقول باللي في الباطوار فاش صباح الحال داز الطوموبيل المخزن كتبرح باللي غادي يعاود الزلزال يضرب، خاص كلشي يمشي لبيفاندي. بيفاندي هي البلاصة حدا البحر فاش تبناو دابا لوطيلات، وكانت غابة في ديك الوقت، وسميت بيفاندي هي تحريف الكلمة الفرنسية دي فوندي اللي خلاها الاستعمار الفرنسي، واللي كانت كتعبر على البلايص اللي ممنوع يمشيو ليها الناس. في طال برجت ملكة غادي تهزها الإسعاف وغادي تديها للمستشفى الميداني اللي دار في إنزكان، وفي هاد الوقت ما كانتش عارفة على باها أمها أخوتها والو. وغادي تقول أنه هي في هاد المستشفى جا عندهم الملك محمد الخامس وولي العهد ديالو الحسن الثاني، وما قدرتش تنوض تسلم عليهم حيت كانت مجروحة، ولكن غادي يجيو تال عندها وغادي يسولوها كي بقات. النهار الثالث من بعد ما ضرب الزلزال غادي ترافق السيدة أم الإخوة معتصم الوالدة ديالها ومجموعة من الجيران لأكادير حيت كانوا عائلتهم تما. وفاش وصلوا قالت بلي المشهد كان مأساوي، ناس ميتة وناس باقي تحت الأنقاض. أما الحسن بالحج وهو في منطقة بيفاندي قال بلي غادي يدوز عاوتاني طوموبيل المخزن وغادي تبرح بلي غادي يصليو صلاة الجنازة على الناس اللي مات في التيران تاع بيجوان، ومن بعد غادي يقولوا للناس خاص يخويو المدينة حيت كان الحال سخون، وبدات الجثث اللي ما قدروش يجبدوهم كتحلل ويقدر تنتشر الأمراض والأوبئة. ومن بعد غادي تدوز الطيارة ترشدوها من الفوق داير بحال الدقيق. ملكة غادي تبقى في المستشفى الميداني في إنزكان
13 اليوم، من بعد غادي يعمروا ليها تمشي للرباط للسبيطار الليوطي، حيت كانت مهرسة من مناخرها والزاج دخل ليها في وجهها. غادي تبقى في الرباط شي شهر، ومن بعد غادي يجيو عائلات يبغوا يتبناوها. وهي كانت كترفض وكتقول لهم غادي يجي بيض ديني، واخا ما كانتش عارفه واش عايش او لا ميت. وفعلا داك الشيء اللي غادي يوقع، من بعد ما نشروا صورتها في الجرنال غادي يشوفها باها، وغادي يجي عندها للرباط يديها، وكانت مفاجاه فرحتها بزاف. اما خوتها عيا باها ما يقلب عليهم، حتى خوها مالك اللي شافته جبدو حي ما لقاوهش. من بعد شهرين غادي يجي واحد النهار غادي تدوزو كله بكا، حيت بحالها فاقت من الصدمه تاع الزلزال، وغادي تفكر باللي حيت خرجوها من تحت الانقاض شافت واحد السيده ميته مغطيه بطوب اللي ديالهم، ولابسه خاتم عارفه مزيان اللي هو ديال امها. وهنا تفكرت باللي هذيك السيده اللي شافت هي الام ديالها انيلا. الحسن بالحاج غادي يخوي اكادير وغادي يرجع لمنطقه المزار، حيت باقي الناس خايفه يتعود الزلزال. اما السيده ام الاخوه معتصم قالت باللي البير في الدشيره داك رمضان كله بالليل كانت كتخرج منها اصوات غريبه بحالها كتنفس الارض. وعلى ذكر هاد الهضره كاين اعتقاد في المنطقه لدابا ان البلايص اللي ما تضررش من الزلزال كان بفضل البير اللي فيها ومنهم كتنفس الارض، ولكن ما نقدروش نجزمو بهاد القضيه حيت مازال ما كاين شي اساس علمي عليها. اكادير غادي تولي مدينه ميته تاع بصح، تا غادي تعطى اوامر عليا باش يبداو اعاده الاعمار ديالها في سنوات قادمه. وغادي تبقى مقوله الملك محمد الخامس منقوشه في اذهان الناس ديال المدينه، فاش قال لئن حكمت الاقدار بخراب اكادير فان بناءها موكول الى ارادتنا وعزيمتنا. زلزال اكادير 1960 ميلاديه تقال باللي ماتوا فيه 15000 واحد اكثر، ما علينا الا نجددوا عليهم الرحمات. والصراحه وانا كنكتب ما لقيتش كلمات اللي نقدر نختم بهم الحلقه، وللاسف كانت هذه الحلقه بخصوص ماساه من المآسي اللي دازت في تاريخ سوس العالمه.